عايزين حاجة بتاعه كده ولا ورينا شكلك كده بص حاطط ايده على وشه ازاي نزل على مستر جنب مرة كده ايوه نعم يا توتا يلا يا ادي لامك وهات لبنتك عشان تبطل زن لا ما شاء الله ولا قوة الا بالله يا ابني نزل ايدك من على وجهك شفتي اخوكي شفتي اخوكي حاطط ايده على بقه على وجهك شبكه هتعرف تشوف عبد الله معانا سرد على الاغنيه هنطفي هنطفي احنا كل الحاجات دي يا رب هتلاقي صينية استني بس على التسريحة في صينية فيها مية وصينية على التسريحة فيها لو سمحت حاجة حاجة لا والله حاجة ده مش زي العسل يا حاجة تعالى بعدين ده على النت يعني على النت يا سلام عشان قول له عقبال ابنك لا والنبي تفك الكاشوره دي النبي تفك الكاشوره دي يا ابويا تفك الكاشوره وفرصه طلعوا عليك كده على الحاجات الحلوه اللي الاطفال ما احنا طلعنا اسبوع مروان والله والله ما شفتوش نزلناه لا وده رفر نزل لهم طبعا تهنئه ونزلت تهنئه عمل ايه احنا على طول اول باول اول باول وهنخلي اسلام خلي اسلام يبعت لي تهنئه على المجله على المجله طيب لسه المجله تقريبا طيب ايوه كده يا اختي ايه ده يا اختي يا اختي وحشنا خالص والله وحشنا خالص يا طول رفيق الليل بس اهو فتح اهو اللي عايز يصور ومفتح فمين بسم الله الرحمن الرحيم ايوه صدق بقه يا سلام دي بالاخر دي انت عايز تنام لا الكشور مروه
ايه الحكاية؟ كله انت يا ولد سيد بالأكلشين حرام عليك بطلع وش قوي يا محمد والله ماما تقول لي مش عارف والله بطلع وش قوي حاجه حاضر طبعا عاملين لنا تعميره يا مستر سيد كده رجلي وجعتني اقعدي طيب اقعدي اقعدي المروحه خلت البتاع شعري ايوه اسم الروح بتاعك اصلا بعرف هو ده غير اشرب ده غير البخور حطيت البخور الكروز ده مش عش الرز ده تعالى معا تعالى يا أمو لا يا منى نورك شاه امال فين فرح يا فرح منك امال ايه طبعا حتى لا يصحك كده بوز بتبقى كده عايز تاخد الخراج بره ما تجيب مدخل هنا ايه اللي عامل معايا حسبي يا شباب يلا